اشترك في قناتنا رويش تي في ليصلك كل جديد أولا بأول. الأبراج الحساسة، اكتشف أي الأبراج أكثر حساسية وأيها الأقل. من هي الأبراج الحساسة ومن هي الأخرى التي تميل إلى العقلانية في حياتها بدلاً من الإصغاء إلى مشاعرها؟ في هذا الفيديو نكشف عن ترتيب الفلك للأبراج الأكثر حساسية وصولاً إلى الأخرى التي لا تفكر إلا بعقلها فقط. في المرتبة 12 برج الميزان، يعتبر الميزان من أقل الأبراج حساسية وأكثرهم عقلانية، فهو لا ينجرف مع مشاعره البتة، بل يستخدم عقله في معظم الأمور المحيطة به في حياته. في المرتبة 11 برج الدلو، يتمتع الدلو بالكثير من الذكاء والحنكة والحكمة، لذلك فهو يميل إلى الإصغاء إلى عقله أكثر من قلبه وعواطفه، وهذا سر نجاحه في الكثير من الأحيان. في المرتبة 10 برج الجوزاء، يعد برج الجوزاء من الأبراج العقلانية الذي يشدد على دور العقل في تنظيم حياته، فالجوزاء لا يسمح لأي أحد بأن يؤثر عليه أو أن يقوم بجرحه. في المرتبة 9 برج الجدي، الجدي من أكثر الأبراج عقلانية، فهو لا يفكر بقلبه بقدر ما يفكر بعقله، وهو لا يتأثر بآراء الآخرين به، بل على العكس يجعل الآراء السلبية به وسيلة تأخذه إلى الأعلى. في المرتبة 8 برج الثور، برج الثور برج عاطفي، لكنه لا يسمح لعاطفته بأن تسيطر عليه، بل يحاول المستحيل لكي يكون قويا كما اعتاد عليه المقربين منه. في المرتبة 7 برج القوس، برج القوس يتأثر لدى سماعه انتقاداً لاذعاً أو سلبياً عنه، لكنه لا يجعل تأثره هذا يمتد ليؤثر على تطوره ولا على مسيرة حياته. في المرتبة 6 برج الأسد، الأسد من الأبراج اللطيفة والعاطفية والذي يتردد كثيراً في حسم قراراته، هذا يعود إلى بعض التجارب التي فشل الأسد فيها في السابق. في المرتبة 5 على قائمة الأبراج الحساسة برج الحمل، برج الحمل حساس من الصف الأول، لكنه يحاول دائماً كتم مشاعره، لذلك يحرص على أن يظهر بالصورة القوية والقيادية، ومن النادر أن يرى أحد دموعه. في المرتبة 4 برج الحوت، هو برج حساس جداً، لطيف ويحب الجميع، يدرك حاجات الآخرين العاطفية، لذلك نراه يتواجد دائماً ليشعر الجميع بحبه لهم، وأحياناً يعطي أكثر من قدراته وعلى حساب نفسه أيضاً. في المرتبة 3 برج العقرب، يظن البعض أن العقرب من الأبراج عديمة المشاعر، إلا أنها عكس ذلك تماماً، فبرج العقرب حساس لدرجة عالية تجعله يشعر بالناس من حوله وبمشاعرهم، لذلك نرى العقرب يقدم دائماً العون لكل من يحتاج إليه. في المرتبة 2 على قائمة الأبراج الحساسة العذراء، برج العذراء برج حساس من الصف الأول، وحساسيته هذه تجعله يكره في أن يكون في دائرة الضوء أو أن يكون من الناس المسلطة عليهم العيون، يضع المعايير العالية لنفسه، لأن العذراء كيان متفجر من المشاعر والأحاسيس، إنه الثاني على قائمة الأبراج الأكثر حساسية. في المرتبة الأولى البرج الأكثر حساسية بين الأبراج برج السرطان، برج السرطان يتصدر ترتيب الأبراج الأكثر حساسية على الإطلاق، ومن المعروف عنه أنه يبكي دائماً سواء لدى رؤيته فيلماً رومانسياً أو أي مشهد مؤثر.